بعد النهاية المميزة لجزء فالهالا واللي محدش كان متوقعها أبدا، كنا مستنين إجابات لأسئلة كتيرة زي إيه اللي حصل لباسم بعد ما اتحكم في جهاز الأنيمس، وإيه اللي هيحصل لما باسم يقابل ويليام مايلز، وإزاي إيفر مدفونة في أمريكا مع إنها طول أحداث اللعبة موجودة في إنجلترا والنرويج. وأحب أقول لكم إن أخيرا بعد وقت طويل من الانتظار نزلت إضافة الفصل الأخير الخاصة بجزء فالهالا واللي جاوبت على كل الأسئلة دي. وأحداث الإضافة بتبدأ أول ما إيفر بتتكلم مع أودين اللي عايش جوه عقلها، لكن الكلام المرة دي كان غير أي مرة، لأن في المرة دي بالتحديد كانت إيفر عرفت إنها سيدج وإن أودين جزء منها. وفي أثناء كلامهم أودين قال لها إنها عملت كل شيء لمستعمرتها وشعبها، وإن خلاص آن الأوان إنها تبدأ رحلة جديدة للبحث عن ذاتها، وإن الرحلة دي هتكون في أرض متعرفش عنها أي شيء، لكنها صدقت أودين وقررت إنها تخوض المغامرة دي. لكن قبل ما إيفر تسافر في حاجة غريبة حصلت في مستعمرتها، وهي إن في بعض الأشخاص حاولوا يغزوا المستعمرة، لكن معظمهم هربوا ومتبقاش منهم غير شخص واحد بس. فإيفر بعد ما أجبرت الشخص ده إنه يعترف قال لها إن في شخص اسمه سير إدوارد هو اللي أرسلهم علشان يغزوا المستعمرة. فإيفر على طول عرفت مكانه وراحت هناك، ولما وصلت هناك لقت جنود سير إدوارد موجودين ومتجمعين علشان يقتلوها. لكن إيفر بتتفاجئ إن في قنبلة غاز اترمت على الجنود، وإن المكان كله اتملى بالدخان الأحمر. وبعد لحظات بيخرج من الدخان ده الأساسن روشان معلمة باسم في شبابه، ولو لاحظنا كويس هنلاقي إن نفس الدخان ده هو اللي باسم استعمله في تريلر أساسنز كريد ميراج. روشان وقتها بتقابل إيفر، وكان باين إن شكلها أكبر بكتير عن شكلها في تريلر أساسنز كريد ميراج، وده لأن أحداث جزء فالهالا بتقع بعد أحداث جزء ميراج بسنوات. وروشان قالت لإيفر إنها جت لإنجلترا علشان تقضي على سير إدوارد، وقالت لها كمان انها قضت معظم حياتها في خدمة عقيدة الاساسنز، وبيروحوا هما الاثنين لمعسكر سير ادوارد وبيقدروا يقتلوه. وساعتها روشان بتقول لإيفر انها بعد كده هتسافر لفلسطين علشان توصل المخطوطة هناك، وقالت لها ان المخطوطة دي مهمة جدا لعقيدة الاساسنز في المستقبل. ورجعت إيفر مرة تانية لمستعمرتها، وقررت انها تودع اقرب الناس ليها قبل رحلتها من انجلترا لامريكا، وكمان ودعت اخوها سيجرد وقالت له انها رايحة في رحلة للبحث عن ذاتها، وان هي عملت كل اللي تقدر عليه لمستعمرتها ولشعبها. وقبل ما ايفر تركب القارب علشان تسافر قابلت العرافة فولكا، وايفر وقتها قالت لها ان كل الاحلام والرؤى اللي كانت بتحكيها لها ما كانتش مجرد احلام، دي كانت جزء من حياتها اللي عاشها اودين قبلها. وهنا ايفر كانت فهمت خلاص يعني ايه سيدجي بالتحديد، وركبت ايفر القارب وسافرت لامريكا. باسم طبعا كل ده كان موجود في غرفة المحاكاة الموجودة في جهاز الانيمس وبيتابع كل الأحداث اللي بتحصل لإيفر. وفجأة بيدخل ويليام مايلز وبيقابل باسم في غرفة المحاكاة، لكن ويليام مايلز بيكون كبر في السن وشعره كله بقى أبيض. ووقتها باسم بيقوله إن مفيش وقت نضيعه وإننا لازم نتعاون مع بعض، ولكن ويليام مايلز بيقوله لو أنت عاوز تتعاون معايا ففي شيء لازم تعمله الأول. لكن هنا بينتهي المشهد من غير ما نعرف الشيء اللي لازم باسم يعمله. وبيخرج باسم من الأنيمس وعلى طول بيحط عينة من دمه وجيناته في جهاز الأنيمس، والكمبيوتر بيقوله ان باقي 29 يوم لحد ما البيانات دي تتحلل، وغالبا هيكون ده اول يوم في السنة الجديدة، وغالبا في اليوم ده هنشوف اعلان جديد لأساسنز كريد ميراج او ممكن نشوف الجيم بلاي. وبنرجع بعد كده لإيفر وبنلاقيها واقفة مع أودين في نفس المكان اللي اتدفنت فيه، ولكننا مش بنشوف ايه هي الطريقة اللي إيفر ماتت بيها، لان الاضافة بتنتهي هنا للأسف. والإضافة دي وضحت حاجات كتيرة جدا وهقولها دلوقتي، وهي ان إيفر خلاص كده مش أساسن وعمرها ما انضمت لعقيدة الأساسنز. وتاني حاجة ان تقريبا كده باسم قصته انتهت في العالم الحديث ومش هنشوفه تاني، وده لان باسم نقل جيناته داخل جهاز الأنيمس زي ما كلنا شفنا، وبالتالي ممكن اي حد يسترجع ذكرياته في جزء ميراج. وده بيوضح الكلام اللي قاله منتج اللعبة، وهو ان باسم مش هيكون هو المتحكم بالعالم الحديث في مستقبل السلسلة، ولكن اتمنى ان كلامي يكون غلط لاني بحب باسم جدا. وتالت حاجة وضحتها الاضافة ان الشركة بترسم مغامرة جديدة للاساسن روشان في فلسطين، وبنسبة كبيرة هنشوف المغامرة دي في كوميكس او في رواية جديدة. وده كان كل شيء يخص نهاية حياة ايفر ونهاية جزء فالهالا وتكملة قصة باسم في العالم الحديث. اتمنى لو عجبك المحتوى تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة، لان ده بيساعدني جدا في ان القناة تكبر. واشوفكم في فيديو جديد.